نزلنا امبارح لبينا بصراحه طلب رئيس عبد الفتاح السيسي مساعدا لاخواتنا في فلسطين من ضمن الحمله للتبرع بالدم لاخواتنا في فلسطين في غزه. نزلنا امبارح كان اليوم الصبح في المنشيه، التبرع كان من 9 صباحا لحد الساعه 8 بالليل، وبصراحه ما شاء الله فاجئنا من العدد والكم اللي كان موجود. النهارده اتواجدنا في مبنى الجامعه جوه المجمع الكليات، والبنات ما شاء الله هنا بالطوابير. احنا اتفاجئنا من العدد كتير جدا ومبسوطين جدا ان هم لبوا الطلب ده لسيادة الرئيس. شبابنا دايما بيفاجئونا سواء على المستوى الاحداث الوطنيه المتلاحقه او النهارده ويوم السبت. الحقيقه انا سعيد وفخور بالابناء اللي بدا شعور الوطني والحس الوطني يبقى بالشكل اللائق بمكانة مصر وعراقتها. وقت الشدايد بيظهر معدن الشباب ومظاهرة محبة الحقيقة ومشاركة فاقد كل التوقعات والتصورات. فقمنا النهاردة بحملة في اسكندرية للتبرع بالدم لفلسطين، وكانت هي سيء إيجابية من المواطنين كله بيتفاعل، لأن أشقائنا في فلسطين يحتاجوا لأي مساعدة، فبدور التحالف الوطني بيقوم بمساعدات كبيرة تحت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف الصعبة. احنا في فعالية لتجميع التبرع بالدم لصالح اخواتنا واشقائنا في غزة. الحملة دي على مستوى الجمهورية لمدة 3 ايام، بدأ من يوم 3/5/12 وتكتمل لغاية يوم 7/12 في القاهرة واسكندرية والجيزة لمدة 3 ايام. نصيب محافظة دمياط كان يوم الاربعاء الماضي 3/12. احنا متواجدين في المكان من الساعة 10 الصبح بنواجه الناس، نأمل ان احنا نحقق المساعدة في النهاردة ونحاول نجمع اكبر قدر من الاكياس الدم نقدر نساهم بها في رفع المعاناة عن اخواتنا في فلسطين وشعب غزة.